مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ والله الصراحة اشتاقت لكم بهذا اليوم. امبارح ما سجلت فيديو، معليش، تعرفون أعياد وناس رايحة وناس جاية ولازم تزوروا هيك. وكل عام وانتم بخير حبايبي، وكل سنة وانتم سالمين، وينعاد إن شاء الله عليكم بالصحة وبالسلامة وبالسعادة والهنا، والله ييسر أمور الجميع ويصفي بال الجميع يا رب. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي اليوم كلش سهلة وكلش بسيطة وما بيها أي تعقيدات. هي الوصفة كيفية استخدام كمادات، يعني تقدر تستعملوها بالفاين، طيب، أو قطع هذه القطن المدورة، كمادات لعلاج المسامات الواسعة. كثير من عندنا من الصبايا الصغار يشكون من يعني من أقول الصغار، مش الصغار الصغار، لا، هي ما بتصيب بين الصبايا الصغار، لا، هي تصيب بعد 25. في كثير من الخوات من كثر شو نقول البشرة الدهنية تصير تبعتها تكون عندها مسامات واسعة، بس هو بهذا العمر البنات يكونوا يعني مش كبيرة. بالنسبة للنساء الكبار أكثر النساء ينصابوا بالمسامات الواسعة، لأن يعني شو نقول أكو كتير خوات من الشمس، من الحرارة، من البرودة، كمان من الدهون اللي بالوجه، من كثرة الولادة، فشو نقول تغيرات بالهرمونات، بالهاي تصير البشرة عندهم بشرة الوجه كتير واسعة، وأكو فيهم تصير غامقة كمان بنفس الوقت. زين، أكثر النساء اللي مصابة بالمسامات الواسعة هي اللي كان عندها يكون حبوب، طيب، يعني وبشرتها تكون دهنية. زين، كيف احنا نتخلص من المسامات الواسعة وهاي البشرة الدهنية؟ حبايبي افضل علاج للبشرة، معليش انا ما عندي خلي التفاح وعلى يعني عشان هيك ما حطيته قدامكم، بس انتو ضروري تاخذون حبايبي تقريبا نريد نقول 4 معالق من خل التفاح، 4 معالق من خل التفاح، وحورجيكم شو بتسووا عشان كل اخت تسوي اللي انا بحكي لها. 4 معالق من خل التفاح وتحطيه بواحد زي هيك، طيب، يعني حيصير عندك تقريبا هون، طيب. وشو بتسوي اذا عندك واحد بقد هذا هيك هالكبرى؟ تحطين فنجان مال قهوه الصغير، القهوه العربيه، فنجان من خل التفاح، والباقي كله مي مقطر، اكيد مي صالح للشرب، وهذا تخليه بالثلاجه. وهذا شو بتسوين كل يوم او بين يوم ويوم ترشين هيك على البشره، طيب، والسيبي لا تنشفيه، بس غمضي عينك عشان العيون عندك ما بيصير فيها خل التفاح. بالنسبة إذا جتي على الحواجب أو جتي على الرموش لا تخافوا، ما في أي مشكلة، أصلا هو يقوي ويعطي سواد كتير حلو. زين، تسيبوه لحد ما ينشف. بعد ما ينشف حبايبي شو بتعملوا؟ بعد ما ينشف حبايبي تستعملوا الجل الألوفيرا. جل الألوفيرا طبعا هذا طلعوا هذا اللونه أصفر، وهيكم أنتوا شايفيه وأنا شلون شايته، هذا سويته أنا جل الألوفيرا مثل المحلات والصيدليات، ما فيك اي شيء. طبعا احنا حطينا له جيلاتين، وانتم شفتوني بالفيديو وارجعوا على الفيديو شوفوا هذا الفيديو كلش حلو للاحتفاظ بجل الالوفيرا. وهاي جل الالوفيرا اللي انا سويتها احسن من المحلات مليون مره، صدقوني، لاني انا جمعت فيها جل الالوفيرا مع الجيلاتين، واللي حابه تحط معاه فيتامين اي. وشو بتسوي؟ حطوه على البشرة على الشعر، راح تشوفين بشرتك صراحة هيك تنشتن، وكتير حلو للبشرة، يعني تحسين بشرة من تخلين من عنده وتنامين وتصحين الصبح، حتى وتي بالنهار، حتى من تريدين تطلعين مثلا مشوار قريب وبالشمس، بس لا تحطي له فيتامين إذا بدك تطلعين على الشمس، راح تشوفين وجهك مشدود وما مريح وما عندك أي تعقيدات بالنسبة له، بس لازم بدون مكياج. هذا الجل تخليه بالليل قبل ما تنامين، يوميا بالليل قبل ما تنامين، والصبح تغسلين وجهك، راح تشوفين خلال 3 أيام وجهك تغير 100%. بس لازم نستعمل خل التفاح، جل الألوفيرا، وكمان حبايبي راح نستعمل
كل 3 ايام هاي الوصفة. وصفة هي شو؟ مثل ما شايفين سودة الخبز. سودة الخبز حبايبي، السودة مو اللي نستعملها للكيك، للكيك والهاي، لا اللي نستعملها للبقوليات او للمخبوزات. زين البيكربونات حبايبي كتير كويسة، هي للبشرة، تعطي للبشرة شد كتير حلو، تنظف البشرة من الأعماق، تجعل البشرة تبعد السواد من الوجه، تبعد الخلايا الميتة، بنفس الوقت هي الشد. راح أعطيكم من عندها كمان كريم اللي حابة تعمله هيك ككريم للوجه كمان كتير حلو. راح تاخذون حبايبي ملعقة صغيرة جدا، حبايبي ملعقة صغيرة جدا يعني هيك هالقدها من السودة. والسودة كتير انسألت عليها، يقولون هي بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة. راح أعلمها كيف تسوي هاي. بالنسبة هسه بدنا نسويها بالمي، بالمي زي ما انتم شايفين. للبشرة الدهنية، البشرة الدهنية لازم تستعملها هيك عشان ما بتكون شلون نقول بشرتها كتير دهنية، فهيك تستعملها. بعد ما سويتي هيك حبيبتي شو راح تعملي؟ تخليها تذوب، تجيبين قطنة وتمسحي بشرتك فيها كلها، سيبيها 5 دقائق وغسلي بشرتك من عدها. راح تشوفين كتير فرق ان شاء الله ببشرتك بهذه الوصفة. زين هاي بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية. البشرة الجافة شلون راح تستعمل؟ راح تاخذين قليل كمان، ملعقة صغيرة جدا من سودة الخبز مع ملعقة وسط من جوز الهند، وتخلطيه كله مع بعض. طيب وتاخذين من عنده وتسوين سكراب هيك على بشرتك، تظلين تمسحين ببشرتك، وتسيبي 5 دقائق وتغسلي كمان من البشرة. بس بالحالتين يعني البشرتين يعني تستعمل هذا الجل وهذا الجل، يا ريت الطريقة تبعتي يعني جد راح تشوفوا عليها انتم من اول استعمال شيء رهيب للشعر او للبشره. زين في للبشره الدهنيه وللبشره الجافه راح تستعمل كمان هذا، قلنا يستعمل بكل 3 ايام او كل 4 ايام، ما بيصير يستعمل يوميا. شلون نقول خلوه عشان لان مستعملين خل كمان، تستعملوا السوده كل 3 ايام او 4 ايام، الخل نستعمله بين يوم ويوم، شو اسمه الجل الالوفيرا نستعمله يوميا بالليل قبل ما ننام. طيب شو الماسك اللي راح نستعمله عشان يشد بشرتنا؟ راح نجيب حبايبي، طبعا هذه وصفه كامله مكمله لصاحبات البشره المسامات الواسعه والبشره الغير شلون يقول ما فيها اشراقه ما فيها نضاره. راح تاخذين حبيبتي عصير الليمون، عصير الليمون كتير حلو للبشرة. راح تاخذين عصير الليمون ملعقة كبيرة، العفو ملعقة كبيرة مع الأكل من عصير الليمون، خليتيه مع شو؟ تخليه مع بياض بيضة كاملة، يعني بيضة هيك بياض بيضة كاملة تخليه معها وتخلطيه معها. طيب وتحطيه على البشرة بالكامل، تسيبيه على بشرتك لحد ما يجف ويتغسلين بشرتك. بالنسبة للخوات بشرتها جافة تقدر تستعمل بياض البيض، بس بشرتها شديدة الجفاف كتير جافة ما تقدر تحطها على بشرتها، مو مشكلة، بدال بياض البيض استعملي صفار البيض، بس حطي مع صفار البيض نصف ليمونة وعصرة. طيب وخليه على بشرتك خلال حبايبي هذا العلاج، خلال اسبوعين راح تحسوا فرق 100%. هذه هي الوصفه تبعتي اليوم، واتمنى انها تنال رضاتكم، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامه.